استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة في قصر السيف اليوم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق بحضور معالي السيد عبد الله علي عبد الله اليحيى وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 11 للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين. وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي بسعادة وزير الخارجية وكلفه بنقل تحيات سموه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوها بما تشهده العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين من تقدم وتطور في مختلف المجالات، مشيدا بانعقاد أعمال اللجنة الوزارية المشتركة ودورها البارز في تعزيز التعاون الثنائي. من جانبه نقل سعادة وزير الخارجية تحيات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة وتمنياتهما لدولة الكويت وشعبها الشقيق بدوام التطور والنماء، منوها بما تشهده علاقات التعاون المشترك من تطور ملموس على كافة المستويات.